السلام عليكم، ازيك يا شمهندس؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنكمل مع بعض سلسلة فيديوهات شرح الستيل. احنا اللي احنا خدناه لحد الان من اول المنهج اللي هو لو عندنا قطعة ارض وعايزين نقسمها كلي اوت بنظام التراس سيستم، بعد كده درسنا مع بعض تصميم القطاعات اللي عليها اكسيال لود زي تصميم التنشن، تصميم الكومبريشن، ازاي نجيب الديزاين فاليو بتاعتهم. دلوقتي احنا كده خلصنا القطاعات اللي عليها اكسيال لود سواء شد او ضغط. هنتكلم النهارده مع بعض في تصميم القطاعات اللي هي بتكون عليها مومنت فقط. المومنت تبقى قطاع عليه مومنت بيسموه بيم، فهنتكلم في تصميم القطاع اللي عليه مومنت. وبعد ما نخلص ان شاء الله البيمز ان شاء الله نتكلم في الترم التاني وعليك خير بقى باذن الله. هنتكلم عن القطاعات اللي عليها مومنت وعليها نورمال. نبدا النهارده نتكلم مع بعض عن القطاعات اللي عليها مومنت اللي هي زي البيمز. طبعا بالنسبه لنا البيم كده قطاع عليه بيندينج فقط، مومنت وشيل، مفيش نورمال موجود. ممكن يبقى مومنت وممكن يكون معاك تورشن. اشهر حاجات انت اللي احنا هندرسها مع بعض حاجه اسمها البيرلين كرين فلور بيم. طبعا البيرلين والكرين دول مش اول مره تسمعهم، انت سمعتهم قبل كده في اللي اوت. تمام، البيرلين بالنسبه لك واحنا بنقول في اللي اوت انت عندك التراس اهو، خلاص ده التراس بتاعك، ده العمود اللي شايل التراس ده. بنيجي عند كل جوينت اللي هي الجوينت دي والجوينت دي والجوينت دي، بنحط كاميرا اسمها البيرلين، شكلها شكل حرف سي. طبعا التصميم بتاعها هيكون عليك. الكاميرا دي وظيفتها انها بتشيل حمل الصاج. طبعا فوق البيرلين دي بنحط صاج، فهي البيرلين دي وظيفتها لها وظيفتين، بتشيل الصاج، الوظيفه التانيه انها بتربط الترسات او المين سيستمز كلها مع بعض. بس الوظيفه اللي هي معموله عشانها اصلا اللي هي تشيل الصاج. تمام، يبقى البيرلين دي هي الكاميرا اللي فوق. طبعا عايزين نصممها، لما نيجي نصممها اقطع عليه مومنت. طب شايل ايه؟ شايل نفسه، شايل الصاج اللي فوقه، وطبعا اثناء التركيب بيكون في عمال، يبقى شايل وزن العمال. تاني حاجة بعد البيرلين الكرين، طبعا مش ممكن ناخد الترم ده ممكن ما ناخدوش، لو ما خدناش الترم ده هناخده الترم الجاي. بالنسبة لتصميم الكرين أو الونش، هي كاميرا بتشيل أحمال تقيلة. الونش ده بالنسبة لك أنت بتشوفه بيرفع مثلا زي الونش اللي بيكون موجود على عجل، بيرفع قطعات تقيلة، بيرفع مثلا كاميرا بريكاست كونكريت، بيرفع حاجة وزنها تقيل، أو مثلا لما يكون موجود جوه مصنع بمظبوط إن هو بيشيل البضائع ينقلها من مكان لمكان. هندرسه بالتفصيل وهنعرف أحماله كلها. اللي احنا عايزين نتكلم عليه النهارده اللي هو الفلور بيم. الفلور بيم هي كمرات السقف، يعني زي ما انت كده خدت في الخرسانه ان انت عندك حاجه اسمها السوليد سلاب. السوليد سلاب دي عباره عن ايه يا جماعه؟ قال لك السوليد سلاب بالنسبه لك هي عباره عن بلاطه مرتكزه على كمرات، كمرات خرسانه. طبعا الدبس بتاع الكمره الخرسانه ما يقلش عن 10. كلام جميل. احنا بقى هنعمل نفس البلاطه، بس بدل ما يكون الكمرات بتاعتها كمرات خرسانه، هنخلي الكمرات دي مالها؟ هنخلي الكمرات دي كمرات ستيل. خلاص تمام، يبقى انا عندي الكاميرات دي تبقى كاميرات ستيل. عايزين بقى نصمم كاميرا ستيل. زي ما انت درست قبل كده في الخرسانه ان انت في عندك نوعين من الحاجات، في عندك حاجه اسمها المين بيم، وفي عندك حاجه اسمها السكندري بيم. برضه نفس الكلام، لو كاميرا مرتكزه على عمودين اسمها المين بيم، كاميرا مرتكزه على عمودين زي دي برضه مين بيم، كاميرا مرتكزه على عمود وكاميرا اساسيه اسمها سكندري بيم. المعادله بتاعت الاستريسز عموما اللي احنا شغالين بيها في الاستير كله لحد ما تخلص الاستير ان شاء الله في رابعه، في الكباري في الترم الثاني في رابعه، المعادله بتاعتك اللي هي بتقول موجب او سالب، مالناش دعوه دلوقتي بموجب او سالب، دلوقتي مش موضوعنا، ده كلام في الاستراكشر. بتقول لك الاف اكشوال بيساوي الان على ايه؟ نورمال على المساحه، زائد ام اكس على زد اكس، المومنت في اتجاه اكس على زد اكس، زائد المومنت في اتجاه واي لو موجود على الزد واي، لا يزيد عن اللو بالاسترس. انت هتاخد من المعادله اللي يلزمك. انت عندك في البيم نورمال مفيش، انت عندك مومنت فقط، يبقى هنشيل النورمال ده خالص، نشيله خلاص من الموضوع. يعني احنا بنتكلم ان المعادله ام اكس على زد اكس زائد ام واي على زد واي لا يزيد عن ايه؟ اف اللوبل. اللوبل ده اسمه ايه؟ قال لك اف بي. بي جاي من كلمه بيندنج، او الحرف فيه او الحرف في البيندنج اللي هو البي، يبقى الاف بيندنج. كلام جميل تمام. يبقى انا عندي هنا المعادله ام اكس على زد اكس زائد ام واي على زد واي لا يزيد عن الاف بيندنج، لا يزيد عن الاف بيندنج. خلاص تمام. طبعا الام اكس او زد اكس على حسب انت عندك مومنت في اتجاه اكس او مومنت في اتجاه واي. اذا المعادله بتاعتك احنا عايزين بقى ايه؟ هندخل الاف بيندنج، ام اكس على زد اكس زائد ام واي على ام واي لا يزيد اف بيندنج، اقسم الطرفين على الاف بيندنج، تبقى المعادله مالها ام اكس على زد اكس، نسمي ده بقى اف بيندنج اكس، زائد ام واي على زد واي اف بيندنج واي لا يزيد عن 1. تمام، دي المعادله بتاعتك انت. طب هنقول بقى دلوقتي معاك
انت عندك لا يزيد عن واحد. واحد ده لو كان كيس ايه، واحد ده لو كان كيس ايه. طب لو كيس بي هقولك اضرب في واحد واتنين، يبقى واحد لو كيس ايه، واحد واتنين لو كان الكيس بي، يبقى ال ام اكس على زد اكس اف بيندنج اكس زائد ام واي على زد واي اف بيندنج واي لا يزيد عن الواحد لو كيس ايه، لا يزيد عن واحد واتنين لو كانت كيس بي. كلام جميل، تمام. دي المعادلة اللي انا هشتغل بيها على حسب ان هديك في مسألة ام اكس بس ولا ام واي وام اكس مع بعض، تمام. يبقى دي المعادلة العامة. يبقى احنا استنتجنا من دي ليه؟ يبقى كل الكلام اللي قلته في الصفحة ده انت ما يهمكش من غير المعادلة دي تحفظها زي اسمك. كمقدمة كده شوية نظر كده في الأول، ايه القطاعات المستخدمة في البيم؟ زي ما خدنا قبل كده القطاعات المستخدمة في تصميم تنشن وكمبرشن، أو القطاعات اللي عليها أكسيال، قلنا اللي هو وان أنجل، ايه تو أنجل، باك تو باك، تو أنجل، ستار شيب. يبقى هنا القطاعات المستخدمة في تصميم البيم، قال لك هي مين؟ أول حاجة قطاعات رول سيكشن، قطاعات مشكلة على الساخن، يعني حديد متسيح وبيتصب في قوالب، دي بيسموها مشكلة على الساخن. زي مين؟ انا بالنسبه لي ايه، ضعف الشكل فقط لا غير. كل حاجه من دي لها جدول، كل حاجه من دي لها جدول، الجدول هيكون معاك في الامتحان. عندك قطاع اس اي بي اللي هو بيسموه ستاندرد اي بي، ما عادش موجود دلوقتي، قليله من المصانع بتنتجه، او ساعات بيتلوك اسم الجدول بتاعه بيسموه اي بي ان، التسميه في الجدول اي بي ان. في قطاع تاني اسمه اي بي اي، ده مشهور جدا وشغالين بيه كتير قوي. في قطاع اسمه بي اف اي، قطاع تقيل قوي يعني ما بنلجالوش الا لما يكون الاحمال تقيله، ويعني وما فيش حل الا هو، يعني لو الاي بي ام ان سيف بنلجا للبي اف اي. بس طبعا ده الكلام ده بتكلم في السوق، انما احنا في المنهج بنشتغل بي اف اي، خلاص منهجنا بي اف اي، انما في السوق اصلا كل شغلنا اي بي اي، لو ان سيف بنخش على البي اف اي. البي اف اي في بنيوت لك جداول اتش اي اي اتش اي بي اتش اي ام، انت شغلك كله هيكون بالاتش اي بي، لو انا مديك اسم بختار اتش اي بي، خلاص يبقى البي اف اي. في عندك قطاع رابع اللي هو هتشتغل بيه في البيرلين، قطاع شكل حرف السي اللي هو السي تشانل، اللي هو بيسموه ساعات سي او يو، فاسم القطاع سي تشانل او يو بي ان على حسب شكل القطاع. كان تمام. القطاعات دي كلها لما بنيجي ننطقها بقول اي بي اي او بي اف اي او ستاندرد اي بيم او سي تشانل، ايه بسميها ايه بقى؟ قال لك بتسميها بالارتفاع بتاعها، بتسميها بالارتفاع الكلي بتاعها، يعني الرقم ده اي بي ان 400، ده معناه ان ارتفاع الكاميرا دي كده كله 400 مللي، احنا بعدنا في الجدول بالملي، انت بتحول بالسنتي زي ما انت عايز. هنا لما يجي يقول لك مثلا بي اف اي رقم 400، يعني معناها ان الاتش اللي هو الارتفاع ده كله اسمه، قصدي الاتش دي كلها الارتفاع بتاعك بيساوي كام؟ 400 ملي، يعني 40 سنتي. طبعا بناخد الجداول هنعرف ان في تخانه هنا، ان الجزء اللي فوق ده اسمه فلانج، وان الجزء اللي واقف دوت الرأس دايما بيبقى اسمه الويب. يبقى انت عندك اي قطاع سواء الاي بي اي دي او الاي دي او الاي دي او السي اللي هو الجزء الرأسي بيبقى الويب، الجزء الافقي ده بيسموه الفلانج. طبعا برضو بيكون معاك في الويب والفلانج دول تخانه، ويب بيسموها تي ويب، تي دبليو جاي من كلمه ويب، دي فلانج يبقى دي اف تي فلانج، تمام. وبرضو يبقى عندك هنا الفلانج دي طولها كام من هنا لحد هنا، دي بيسموها بي فلانج. يبقى انت عندك القطاع بتاعك عن طريق اللي انا بقول لك بي اف اي رقم 400 دي، بتعرف ان الارتفاع 400، تخش على الجدول بقى تجيب لي مين؟ تجيب لي السمك الفلانج، تجيب لي سمك الويب، تجيب لي عرض الفلانج دي. يبقى ده كده سؤال نظري، مش هيخش معانا في مساله. يقول لك رايت شورت نوتس، من القطاعات اللي بنستخدمها بس طبعا في السوق مش في المنهج، حاجه اسمها كولد فورمات سيكشن، قطاعات مشكله على البارد. تخانتها من التخانتها تتعدى ال 4 مللي، تبقى عباره عن لوح صاج وتخش على التنايه تتشكل باي شكل انت عايزه، تمام. دي كولد فورمات سيكشن. تالت حاجه قطاعات تقيله قوي بقى، لو كل الجداول بالنسبه لك ان سيف والبي اف اي ده ما عادش نافع، ويعني مثلا بتعمل كوبري او بتعمل كاميرا ونش بس كاميرا تقيله، بيسموها البيلت اب سيكشن. البيلت اب سيكشن ده عباره عن انت بتجمع بقى القطاع، يعني انا عايز اي بيم مثلا، بس الاي بيم دخلت على الجدول ده مش موجود، ان سيف وده ان سيف وده ان سيف، فانا بقى بعمل بقى اي بيم بمزاجي على كيف انا بقى، تمام، بمزاجي وعلى كيفي. فالاي بيم دي بقى بيجيب هنا بلته، يعني لوح صاج بس طبعا بعرض معين وطول معين وتخانه معينه، وبرضه بجيب بلت هنا اوقفها وبلت هنا نايمه، تلات بلتات كده، واحد نايم واحد واقف واحد نايم، بلحمهم مع بعض، ده بيسموه البلت اب سيكشن. يبقى انا عندي تلات قطاعات بنستخدمهم في تصميم البيم، الرولد سيكشن قطاعات مشكله على الساخن، والكولد فورمات سيكشن قطاعات مشكله على البارد، والبلت اب سيكشن، تمام. ده سؤال نظري. عايزين نعرف سلوك الكاميرا، طبعا ده بالنسبه لي اهم حاجه عندي. اوت سيف النظري لو تصنيف القطاعات كومباكت نون كومباكت سلندر،
تمام. هو هنا بيقول لك ايه، خدت الديف ماتيريال، لو انت جبت لك كاميرا وعليها حمل ودخلناها المعمل وعملنا لها هنا هو اختبار حمل مركز، مثلا ببدا بواحد طن، كل شويه عامل ازود حمل الحمل مثلا نص طن، يبقى واحد، واحد ونص، اتنين، اتنين ونص، تلاته، اربعه ونص، لحد ما يحصل الكاميرا دي انهيار، انهيار كامل. فهتلاقي ان الكاميرا دي وصلت لمرحله اليلد، وبعد اليلد دخلت في مرحله البلاستيك، تمام، اللي هو ملخص الكلام ده اللي هو الكومباكت والنون كومباكت والسلندر. المفروض تحفظ الصيغه انجليزي في الامتحان. فالكومباكت بيقول لك هي القطاعات اللي تقدر توصل لاقصى عزم، اللي هو البلاستيك، اقصى عزم ده بنسميه البلاستيك مومنت كاباسيتي، اقصى حاجه القطعه ممكن يشيل بدون ما يحصل لها لوكال باكلينج، ما يحصل لهاش اي انبعاك، الاي بيم زي ما هي واقفه ما فيش حاجه فيها تتعوج، اللي هو اللوكال باكلينج. النون كومباكت هي القطاعات اللي تقدر توصل لمرحله اليلد، الخضوع، مش هتكمل البلاستيك، لو دخلت في البلاستيك هيحصل لها ايه؟ يعني لو دخلت في البلاستيك العزم الاكبر من الايه؟ من اليلد، هيحصل لها باكلينج. هي القطاعات اللي تقدر توصل لمرحله اليلد بدون حدوث لوكال باكلينج. السلندر هي القطاعات اللي بيحصل لها لوكال بمجرد بس ما توصل لليلد، يعني ده اضعف حاجه، فده مش هتلاقيها عندك في اي حاجه، انت في حاجات نظري. احنا في المسائل القطاع بتاعنا يا كومباكت يا نون كومباكت، وبنسبه 90% كومباكت، كله كومباكت، كل القطاعات كومباكت ما عدا سي اللي هي البيرلين، السي دايما نون كومباكت، تمام. ده سؤال نظري طبعا. قلنا خلاص احنا بنصمم على قطاع بي اف اي، تمام، القطاعات بتصمم انها بتشيل عزوم ام اكس او عزوم ام واي على حسب. طبعا انت عندك بالنسبه لك هنا في حاجه كده انت خدتها في الاستراكشر بس باكد عليها تاني، لو انت عندك كاميرا اي بيم كده عندك حملين، حمل افتجاه واي وحمل افتجاه اكس، احط الحمل الافتجاه واي اكبر من حمل الافتجاه اكس، احط الحمل الافتجاه واي فين؟ هل احط راسي ولا احط افقي؟ اكيد طبعا انت لما بتيجي تصمم كاميرا في الخرسانه بيكون السقوط بتاعها راسي، تمام. يعني لو انت سمعت عن حاجه اسمها الكاميرا المدفونه، بيقول لك دايما الكاميرا المدفونه دي كانك جبت مسطره كده ونيمتها، تمام. بقول لك في الحاله دي لو انت حملت على المسطره وهي نايمه هتلاقيها ضعيفه، انما لو وقفت المسطره على سفحه يعني يبقى الجزء الراسي بتاعها هو التخانه بتاعت المسطره، مثلا 2 مللي او 3 مللي تخانتها، انما الطول على طوله وجبته هتحمل عليها مش هيحصل لها حاجه، يبقى هنا المفروض بلف الكاميرا على حسب الحمل، بلف الكاميرا على حسب الحمل، يعني الحمل كبير لو راسي او موقف الكاميرا المسطره راسي او الكاميرا تكون راسي، الدبس بتاعك يكون راسي، لو الحمل كبير افقي بلف الكاميرا على نفس الاتجاه، بس خلينا متفقين ان دايما الحمل الكبير هيكون في اتجاه واي مش في اكس، تمام. بس تعالى نشوف حاجه، احنا خدنا في الاستراكشر الحمل اللي في اتجاه واي دي اهم حاجه عندي تحفظها زي عينيك. الحمل اللي في اتجاه واي بيدي عزم فين يا جماعه؟ بيدي عزم في اكس وبيدي شير في واي، والعكس صحيح، يبقى الحمل اللي في واي بيدي عزم في اكس وشير في واي. الحمل اللي في اتجاه واي هيدي عزم في اتجاه اكس، الحمل اللي في اتجاه واي يديك عزم في اكس، حمل في واي يدي عزم في اكس وشير في واي، حمل في واي يدي عزم في اكس وشير في واي، حمل في اكس يدي عزم في واي وشير في اكس. يبقى انا اخر اثبت دي، يبقى انا لما اديك مومنت في اكس اعرف ان هديك حمل في واي، خلاص. يبقى انا هنا افضل وضعيه تكون موازيه للويب بحيث يكون البي واي هو اللي بيدي ام اكس. طبعا دي خطوات التصميم، اللي هو بيقول لك اول حاجه الستيفنس كونديشن، هتستيف له النظري اللي هو الاتش ويب لا يزيد عن كام في البيرلين، ما يزيدش عن كام في الفلور بيم، ما يزيدش عن كام في الكرين، بالنسبه للبيرلين اللي زبان على 40 مش محمل على اي حاجه، بالنسبه للفلور بيم زبان على 24، بالنسبه للكرين زبان على 20. يبقى ده اول خطوه عندك، بيقول لك ان الدبس بتاع الكاميرا الصوت بتاعها اللي هو الاتش لا يزيد عن كام، تمام، قصدي ما يقلش عن كام، ما يقلش عن 40 او 24 او 20 على حسب كانت بيرلين او فلور بيم او كريم. ستريس كونشن لسه ان المعادله ديت فوق اللي هو الام اكس على زد اكس اف بندنج اكس زد ام واي زد واي اف بندنج واي لا يزيد عن واحد لو كيس اي، واحد واثنين لو كانت كيس بي. طبعا الكاميرا بتاعتك لو كانت سيمبل بيم يبقى حط هنا واحد، لو كانت كونتينوس بيم حط 8 من 10. طبعا دي لها شرح بس يعني انا عشان ما اطولش عليك، هي واحد لو سيمبل 8 من 10 او كونتينوس. طبعا البيرلين لما ناخدها في الفيديو اللي بعده البيرلين دايما بيكون كونتينوس. طبعا بفرض القطاع نون كومباكت، فده معناه ان الاف بيندنج اكس، طبعا انا هنا بديك في مساله ام اكس وام واي، طبعا الزد مش معاك، اكس والزد واي مش معاك، والاف بيندنج اكس والاف بيندنج واي مش معاك، فهتفرض بقى المقام اللي تحت ده كله ما عدا واحد. هفرض الاف بيندنج اكس والاف بيندنج واي ثابتين بواحد واربعه، يبقى طول ما احنا في الترم الاولاني اف بيندنج اكس او اف بيندنج واي سوا 1 4. طب بالنسبه للزد اكس وزد واي، انا الزد اكس دي بالنسبه لي مجهوله، هفرض ان انا زد واي بدلالتها،
فقال لك طبعا احنا شغالين في قطاع اللي هو البي اف اي، فالزد اكس في البي اف اي لقوا انها بتساوي 3 اضعاف الزد واي، بينما مثلا في الاي بي اي ان الزد اكس لقوها 6 اضعاف الزد واي تقريبا، واليو بي ان 7 اضعاف الزد واي. طبعا انا اللي يهمني في الايه، في الفلور بيم لو جات لك المساله دي، ان الزد اكس بتساوي 3 الزد واي، الزد اكس بتساوي 3 الزد واي. يبقى انا ايه، انا عايز هنا الزد واي بكام؟ يبقى الزد واي هتساوي زد اكس على التلاته، يبقى هات هنا الزد واي اكس، الزد واي في الناحيه لوحدها، يبقى واي اقسم على التلاته يبقى زد اكس على التلاته. يبقى دي خلاصه المعادله. يبقى انا عايز من الصفحه دي لو انا في الوي بيم اتش ما يقلش عن زمان 24، المعادله بتاعتك ام اكس على زد اكس في 1 و4، ام واي على زد اكس على التلاته في 1 و4، لا يزيد عن 1 لو كيس ايه، 1 و2 لو كانت كيس بي، يبقى زد اكس تساوي كذا. تشيك على لوكال، تشيك اوف لوكال باكلينج، ده تشيك ظهر معاك في الكمبريشن، طالما التشيك ده ظهر معاك تلاقيه مكمل معاك لحد ما تخلص ستيل، ما عادش هيتلغي معاك. تشيك على اللوكال باكلينج، طبعا اللوكال باكلينج ده لا يكون كومباكت لا يكون نان كومباكت. خلصت الكلام يا باشا، اللوكال باكلينج دايما كومباكت طول ما انت القطاع بتاعك اي بيم، يبقى القطاع بتاعك كومباكت. لو هو سي زي البيبلين دايما البيبلين نان كومباكت. يبقى احنا بنعمل بس تشيك صغير تمام، وما تقلقش جميع الارقام اللي هتطلع لك في الويب او في الفلانج او في اللي احنا هنعمله دايما بتقول لك ان سيكشن از كومباكت، يعني انت بتحط سيكشن از كومباكت وحط شوية اي شوية ارقام فوق هنا او هنا. بص يا سيدي، انت عندك هنا الاي بيم، ادي الاي بيم بتاعتك اهي، خلاص الارتفاع ده كله اسمه اتش ويب، بس طبعا اتش ويب ده يشمل الجزء الرأسي اللي في النص ده، زي تخنت الفلانج دي، تخنت الفلانج دي، لا انا عايز الصف يبقى يا باشا. اللوكال باكلينج بيقول لك اقسم طول الحاجه على سمكها، اقسم طول الحاجه على سمكها، يعني انا عايز بقى الطول الرأس ده مين؟ قال لك الطول الرأس ده يبقى هو اتش ويب، شيل منه الفلانجه دي وشيل منه الفلانجه دي تمام، يبقى ناقص 2 فلانج. قال لك لا يا حبيبي، ده انت لو خدت بالك ان الفلانجه دي مع الجزء الافقي مع الجزء الرأس ده، في هنا جزء دائري كده بيلف، تخانه كده، في هنا تخانه كده بتلف صح، في حاجه بتلف هنا، فاللفه دي كده تخانتها تقريبا تي فلانج، يبقى كمان في تي فلانج فوق وتي فلانج تحت اللي هي الدايره اللي تحت دي تمام. يبقى انا هنا الاتش ويب هشيل منها تي فلانج وتي فلانج، وده وتخانه فوق وتخانه تحت كمان تي فلانج وتي فلانج، يبقى اتش ويب ناقص 4 تي فلانج، يبقى الدي ويب بتساوي اتش ويب ناقص 4 تي فلانج، يبقى جبت الدي ويب اتش ويب ناقص 4 تي فلانج، ثابته في الستيل كله مش هتتغير. يبقى اسم بقى اسم الطول على السمك، يبقى الدي ويب على التي ويب لا يزيد عن 127 على جذر الاف فيلد. والله لو انت نسيت في الامتحان عادي، اذا الويب اس كومباكت دايما الاي بي ام كومباكت فلانج وويب. هنخش على الفلانج، دي الفلانج بتاعتك، انا عايز بقى الجزء اللي ممكن يحصل له باكلينج، اللي هو عشان اقسم طوله على سمكه. طبعا الطول ده ممكن ينزل كده، ده ممكن ينزل كده، لا يبقى ناخد ناحيه واحده عشان هو سيمتريك. يبقى هنا بناخد حته اسمها السي اللي هي قدامك دي، وناحيه تانيه برضه اسمها سي، يبقى سي دي بتساوي كام؟ قال لك هتساوي العرض ده كله اللي هو البي فلانج، شيل منه تي ويب في النص، شيل منه الدايره دي والدايره دي تي فلانج، يبقى هنا البي فلانج ناقص هنا النص تي ويب ناقص 2 تي فلانج على 2 عشان هم 2 سي. يبقى انت هنا لو شلت التي ويب و2 تي فلانج معايا كده بالقلم، يبقى هنا سي، يبقى هنا سي، يبقى قسم على 2. جبت السي يبقى السي على تي فلانج ما تزيدش عن 16 من 9 على جذر الاف فيلد. يا عم الحاج الفلانج از كومباكت، كل الدي ويب والدي ويب على تي ويب والسي والسي على تي فلانج، كل دي مجرد خطوات، انت كده كده في الامتحان عارف ان القطاع كومباكت. ايه بتاع ايه ارقام يا باشا؟ التشيك ده دايما كومباكت في الاي بي وده كومباكت في البيرل اللي هو السي تشن. اتشيك اوف شي سيف 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 سيف، طيب دايما سيف. انت عندك كيو واي ولا كيو اكس؟ على حسب بقى، لو كيو واي، الكيو واي دايما موازي للويب، يبقى ايه بقسم على المساحه اللي موازيه ليه. يبقى المساحه الموازيه للويب مين؟ طول الويب او مساحه الويب، يبقى كيو واي على اتش ويب تي ويب لا يزيد عن بوين 3 5 اف فيلد اللي هي بوين 8 4، حيث الاف فيلد 2 بوين 4. سيف سيف سيف، حط اي ارقام وسيف. بالنسبه بقى لمعادله تشيك على الاستريس يا باشا، انت عندك هنا هي نفس المعادله اللي فوق دي، بس هنا بقى كنت تفرض الاف بيندنج اكس، تفرض الاف بيندنج واي، تفرض الزد واي. هنا بقى لا، انت بتعمل تشيك فمفيش فرض. يعني ايه يا باشا؟ يعني المعادله ام اكس على زد اكس، زد اكس تيجي من الجدول، الاف بيندنج اكس طول ما احنا في الترم الاول ثبتها 1 و4، مش ما دي ما لهاش حاجه، 1 و4 هي هي والاف بيندنج واي. يبقى انا عندي الاف بيندنج اكس والاف بيندنج واي
واحد واربعة. طب ام واي على زد واي، زد واي هتعمل الجدول، يبقى زد اكس زد واي تيجي من الجدول، والاف بيندنج اكس تساوي الاف بيندنج واي تساوي واحد واربعة. شوف سيف ولا انسيف، شيك على الديفليكشن. المعادلة اللي هي اللي فوق دي الأولانية 5 دبليو واي لايف لود الاسبان أس 4 384 اي في الاي اكس، طبعا انت خدتها قبل كده في الاستراكشر ومش هتبقى أول مرة، تمام؟ انت هتاخدها على طول، تمام؟ او هتبقى معاك على طول، معاك على طول اصلا في المنهج لحد ما تخلص ستيل. 5 دبليو واي لايف لود اللي بيعمل ديفليكشن، حامل في اتجاه واي ولا حامل في اتجاه اكس؟ قالك حامل في اتجاه واي. طب لايف لود ولا ديد لود؟ قالك لايف لود. يبقى هنا 5 دبليو واي لايف لود الاسبان اس 4 اللي هو طول الكاميرا على 384 ده ثابت، اي ب 2100 احفظه، اي اكس من الجدول، يبقى الاي اكس من الجدول ودي ب 2100، والاسبان والدبليو واي لايف انت ايه تحسبها، لا يزيد عن هنثبتها الترم الاولاني اسبان على 300، عشان احنا لحد الان لسه ما خدناش الكرين، لو خدنا الكرين يبقى اسبان على 800، يبقى الكرين اسبان 800 اسبان 300 في البيرلين، تجي لك ايه نظري ام سي كيو، يبقى اللوبل ديفليكشن بالنسبه للبيرلين اسبان على 300، بالنسبه للكرين اسبان على 800، يبقى انا اللي يهمني المعدل اللي فوق دي. تعال نشوف بقى كده مساله بسرعه. طبعا دي مساله سيمبل عاديه خالص، الافكار بالنسبه لك بتكون زي دي اللي هي ايه حمل جانبي وحمل راس وكده. تصميم واحد، ديزاين ذا سيمبل بيم شون ان فيجر 1 فور ذا جيفن يونيفورم لود. قال لك الحمل الراسي هي كاميرا سيمبل بيم، كاميرا عاديه طولها 6 متر عليها حمل موزع 5 طن على متر طول. احسب حمل في اتجاه واي يدي عزم في اكس، صح؟ وشيف في واي، يبقى انا عندي الحمل 5 والسبان 6، يبقى هنا 5 يبقى دبليو ال تربيع 8، ما كاميرا سيمبل بيم دبليو، يبقى المومنت دبليو ال تربيع 8 5 6 تربيع 8 يطلع بكذا، كيو واي دبليو ال على الاثنين 5 في 6 على الاثنين دي 15، يبقى الام اكس بكذا والكيو واي بكذا. خطوات التصميم بقى واحد في كله، هو اللعب بس في فكره المساله دي او المسائل اللي تحت هي بس في الايه؟ في الام اكس والكيو واي. التصميم بالنسبه لك ثابت، تعال نصمم بعدين اقول لك افكار بقى ازاي تحسب الام اكس والام واي والكيو واي والكيو اكس والكلام ده. الستيفنس كونديشن، احنا بنصمم فلور بي، يبقى الاتش ما يقلش عن كام يا جماعه؟ قلنا اسبان على 40 في البرلين، اسبان على 24 في الفلور بي، انا اسبان على 24. طولك 6 متر 600 بالسنتي على 24 ما يقلش عن 25، انا ما ينفعش اجيب كاميرا اقل من 25 عشان احقق الشوط الاولاني. تاني حاجه ام اكس على زد اكس اف بيندنج اكس، ام واي على زد واي اف بيندنج واي، انت عندك هنا ام واي انت جايب ام اكس وكيو واي، يبقى هنا الغي الشرط ده ما عادش موجود. طالما ما فيش ام واي خلاص يبقى هنا انا عندي الغيها خلاص من المعادله. لا يزيد عن كام؟ واحد. قال لك والله هو قال لك في المساله هي كيس ايه ولا كيس بي؟ قال لك طالما ما قالش هي كيس ايه ولا كيس بي ناخدها احنا كيس ايه، ناخدها احنا كيس ايه، يبقى المعادله ام اكس على زد اكس اف بيندنج اكس، اف بيندنج اكس واحد واربعة وزد اكس مهجوله، والام اكس بكام؟ ب 22.5، ما زدش عن واحد، معادله في مجهول تجيب الزد اكس تلعب ب 1600، تخش الجداول بالزد اكس بقى تطلع لك طعم، خش الجداول زي ما كنا بنخش في التنشن والكونفرشن، بس هناك بنخش ب حاجه غير الزد اكس. تعال نشوف، طبعا اي عزم عندك في الستيل ثبتها في ثالثه وفي رابعه، اي عزم في الستيل اضربه في 100، اي عزم في الستيل اضربه في 100. يبقى انا هنا عندي الجدول اهو هدولك جيفن، انا عندي هنا خانه السكشن رقم كذا، سكشن رقم كذا مالكش دعوه بدي، اريا اتش ويب كاتبها لك تحت، دي البي فلانج، دي التي ويب، دي التي فلانج، عشان ما تنساش التي ويب والتي فلانج، دايما التي ويب اقل من التي فلانج، دايما التي ويب اصغر، يعني لو انت عندك سمك مثلا ده 6 وده 10 يبقى الصغير هو ايه؟ التي ويب. عندك هنا 19 36 الصغير هو التي ويب. انت لو عندك سمكين وانت مش عارف مين فيهم التي ويب، الاصغر هو التي ويب. عندك الاي اكس اهي، عندك الزد اكس، الله، عندك هنا الاي واي والزد واي لو انت محتاجهم. انا جايب هنا ايه يا باشا؟ انا جايب هنا الزد اكس 1607، يبقى انا هخش هنا في خانه الزد اكس هتدور لي على رقم اكبر من 1607، اكبر بحاجه بسيطه يعني مش كبير قوي يعني، تمام؟ يا طبعا 12000 ما ينفعش، هطلع هنا 1150، لا اصغر ده 1380 اصغر، 1680 ينفع مفيش مشكله، 1680 بس ده قطاع 300 ينفع يشتغل، بس انا عايز اكبر شويه، جبت 1930 قمت جاي ماشي كده ماشي كده، بس جبت الاي اكس تبقى فوق، جبت البي فلانج تي فلانج اتش ويب، القطاع كام؟ 320، يبقى انا قلت له سيكشن اتش اي بي 320 خلاص القطاع ايه.
بعد كده تشيك على لوكال باكلينج، قلت لك هتتعوض في المعادلات دي، والسكشن از كومباكت يا باشا. انا شرحت لك المعادلات فوق جت منين. طبعا انت معاك كل حاجه اهي، الاتش ويب اهي والتي فلانج اهي، تجيب الدي ويب، يبقى الدي ويب على التي ويب بتجيب لي ايه؟ اذن كومباكت. السي معاك البي فلانج اهي خلاص، ومعاك التي ويب اهي، ومعاك التي فلانج اهي، تجيبهم لي. تشيك على الشيف خلاص بقى، ما كيو واي معاك، ما انت جايبها يا باشا اهي 15 على ايه؟ كيو واي. اصلا انا مسحت الويب، اتش ويب معاك من الجدول اهي، والتي ويب ب 1.15. خلصت سيف مور سيفتي يا عم الحاج. شيك على الاستريس، هعوض بقى، تبقى المعادله بتاعت ام اكس على زد اكس اف بيندنج اكس، اف بيندنج بواحد واربعه، والمومنت جايبه في اول مساله 12 ونص، يبقى زد اكس بكام؟ ما تقوليش بقى ان انا لسه جايب 1600. لا يا حبيبي، هات من الجدول، طالما بقول لك تشيك اوف كذا، طالما جبت كلمه تشيك تجيب من الجداول، يبقى حط في دماغك كده تشيك يعني جداول. يبقى انا هخش هنا، زد اكس تبقى 1930، يبقى 1930 يبقى ده الزد اكس، يطلع بوينت 8 4 اقل من الواحد. سيف. تشيك على الديفليكشن، عوض لي في المعادله 5 دبليو واي لاي فلود لزبان اس 4. طبعا هنا اللزبان بكام يا باشا؟ ب 6 متر، 600 اس 4. دبليو واي لاي فلود الحامل اللي عندك هنا بكام؟ اصلا ب 5، يبقى ب 5 على 384، ايه ب 2100. الاي اكس من الجدول اهو، الاي اكس هي 30 820، يبقى الاي اكس هي يا باشا، حط لي الاي اكس هنا، ما يزيدش عن كام؟ عن اللزبان اللي هو 600 على 300، اللزبان اللي هو ب 6 متر 600 سنتي على 300. سيف. عندك بقى كده مسالتك خلصت. التصميم بتاع اي مساله من اللي جايين دول هو نفس الكلام، الفكره بس كلها ان هو لما بيجي لك في الامتحان مساله، مش هيجي لك مساله احنا حليناها دي، مساله سيمبل، بيجي لك فكره من دول، بيجيب لك انت فكره ده بس، ازاي تحسب الام اكس والام واي، انما التصميم واحد مش هيختلف. ويمكن يكون القطاع 320 ده ثبته في اي مساله اصلا، اي مساله في النظري. هنا بيقول لك ان هنا انا مديك الحمل افقي، ما تقوليش بقى ده حمل افقي يعني بي اكس يدي ام واي، لا يا باشا الكلام ده غلط. ما انا لسه قايل لك، لو المسطره، لو الحمل مقصي، يبقى المسطره وقفها في اتجاه الحمل يديك ام اكس عادي اهو. طب لو الحمل افقي هتخلي المسطره بقى ايه؟ ما تخليهاش واقفه، خليها نايمه، نايمه في نفس اتجاه بس شيء. يبقى احنا بنلف الكاميرا حسب الحمل، بنلف الكاميرا حسب الحمل، ده حمل افقي، يبقى انا هلف الكاميرا ده، لما كنت هوقفها فوق هنا فوق اهي، الحمل الكاميرا كانت واقفه، لا انا هخلي هنا الكاميرا ايه؟ نايمه، عشان يبقى الحمل في نفس ايه؟ جاي في الدبس بتاعها خلاص، يبقى الحمل في نفس اتجاه الكاميرا، نفس اتجاه الويب. يبقى هنا تديك ايه يا باشا؟ ام اكس وكيو واي عادي، نفس المساله اللي فوق. يبقى لو انا جبت لك حمل راسي هنا يديك ام اكس وكيو واي، قال لها طب لو مديك حمل افقي يديك ام اكس وكيو واي، عشان احنا بنلف الكاميرا، ملهاش دعوه، ملهاش علاقه بقى ايه حمل واي يديك ام اكس وحمل اكس يديك ام واي، لا انا بلف الكاميرا. فلو مديك كاميرا عليها حمل راسي بس او حمل افقي بس، يبقى الام اكس والاي وكيو واي في المسالتين عادي، وتحل المساله نفس التصميم عادي، نفس كل الخطوات. طب لو مديك كاميرا عليها حملين، واحد راسي بنص واحد افقي ب 5، عشان ما تدوش دماغك وتقعد تقول انا مش فاهم، انا لخصت لك اللي فوق حمل راسي او حمل افقي يدوك ام اكس وايه وكيو واي. طب لو مديك كاميرا عليها حملين زي دي او زي دي، طبعا الاسبان 6 ده خلاص، اي عزم ده بيقول لك معاك 8 شير، ده بيقول لي على 2. قال لك يا سيدي احنا هنا الحمل الكبير، الحمل الكبير، الحمل الكبير يديك ام اكس على طول، يعني هنا الكبير 5، يبقى هم قال لك الام اكس 5 في ال تربيع على 8، كيو واي 5 في ال على 2، ده الحمل الكبير. طب الحمل الصغير نص يديك ام واي بقى، يبقى نص يديك ام واي وكيو اكس، يبقى الحمل الصغير دايما بيدي ام واي، الحمل الكبير بيدي ام اكس، سواء في المساله دي او كان في المساله دي 2-1. يبقى انا لو مديك كاميرا سيمبل بيم عليها حمل راسي بس او حمل افقي بس، يدوك ام اكس وكيو واي. لو مديك نفس الكاميرا مديك حملين، واحد افقي وواحد راسي، الحمل الكبير يدي ام اكس وكيو واي، الحمل الصغير هيدي ام واي وكيو اكس. الموضوع منهي، وتصمم بنفس الخطوات اللي فوق، في مشكله في الكلام ده؟ كده بالنسبه لي تصميم البيم خلص، ما عادش فيه اي فكره، ده تصميم البيم، نفس الخطوات دي هنستعين بيها في تصميم البيم. اتمنى يكون الموضوع مفهوم، لو حد عنده اي اسئله يكلمني ويبعت لي على الواتس. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.